فهم بالتنادي هي القصة اللي طول الوقت بتقول أنت ممكن تتمرد بس خلي تمردك حدود، وفي طريقتك الخاصة بيقول أيوة كل واحد فينا مميز في حاجة محدش يقدر يستغنى عن التاني، وفي أجوان الحقيقة فيها جزئية خيالية، خيال علمي. يمكن هي من أوائل الحاجات الخيال العلمي للأطفال في عالمنا العربي، قصة فعلا اليافعين لطيفة في عيون بسمة. الحقيقة قوة البصر هي مهمة، لكن قوة البصيرة أهم، ومساعدة اللي حوالينا برضه مهمة. أنا سعيدة إنه إحنا بنتكرم ومعانا الناس اللي إحنا بنكتب لهم ونتعب نفسنا إن إحنا نتوجه لهم زي جالية كده. أنا مش مقدرة كلمة في الواقع، أنا بقول كلام. أنت شوف الرسامين لما يطلعوا يتكلموا هيقولوا إيه؟ طب إحنا بنعرف كلام، الرسامين هيطلعوا يعملوا كده بإيديهم ولا إيه بالظبط؟ أنا سعيدة جدا، وأنا أقول برضه كلمة بالنسبة لجالية، مش لأنها قريبة من الجرارة، يمكن هي قالت كلام في النص، إن أنا من الناس اللي أنا ما نشرتش حتة تانية غير نادي مصر وأرض الله في الكتاب، فأنا كانت بتشاور تقريبا عليا. الجميلة اللي موجودة إن هو والحقيقة كل واحد ما بيتأخروش في حاجة خالص، وخصوصا الدور 21. دور 21 ده المكان اللي احنا بنقيم فيه لغاية ما يطلع كتاب بالمول، لأن شغل الماركتات والشغل الميد عثار واللي يعطي كله بيحصل في المنطقة دي. فعبالنا بنقعد هنا بنقيم لمدة 9 ساعات في اليوم أو 4 ساعات في اليوم يوميا مع الفريق اللي موجود فوق، بتبقى البنية على صورة لطيفة جدا، وهي تمت بالفعل. فأنا فرصة أحب أشكركم النهاردة، حتى لو كلهم مش موجودين أو حتى هو الكتابة للأطفال حاجة ممتعة جدا، لأنها يعني بيبقى الهدف الرئيسي منك من الكتابة للطفل في الآخر إنها أنت بتقدمي له تجربة ممكن ترفعه في حياته، سواء يعني مهمة سواء سعيدة سواء، إنما لازم تكون فيها نوع من، مش عايز أسميها قدوة، بس يعني من حاجة ينظر إليها يطلع منها ويستفيد منها بحاجة، غير الطريقة التقليدية بتاعت شوف الواد اللي اسمه عادل اللي الدكتور عمل له إيه ده روحنا ومش عارف. يعني إحنا عايزين نعرف هو الصح بتاعنا عشانهم، مش كده؟ كمان عايزة أقول حاجة على نهضة مصر. نهضة مصر ده فعلا بيت حياة، أشكر طبعاً دكتورة داليا نشوة، وفي جندي مجهول لازم هي مش موجودة أو هي مش شايفاها، دكتورة صفية إسماعيل يا ريت نحييها، لأن هي بجد جندي.